النهاردة هنتعرف على 3 طرق لتحديد ايه اللي بايظ، هل الريموت ولا الجهاز اللي بيشغله الريموت. 3 طرق سهلة وبسيطة. اول ما ظهرت الحكاية الموضوع الاختبارات دي ومعرفة ازاي نعرف الريموت بايظ، كنا بنختبر الريموت على الراديو، ندوس على اي زرار من زرار الريموت ونستقبله من الراديو، تطلع من هنا إشارة ويستقبلها الراديو ويطلعها لنا على هيئة صوت مسموع على موجة الـ MW، على موجة الـ MW زي ما هنشوف كده. هندوس على اي زرار في الاريال، في اريال ملف اريال جوه لموجة الـ MW بتستقبل إشارة الراديو عشان نشغل موجة الـ MW، مش الـ FM، الـ MW، وبتستقبلها وبتطلعها على هيئة صوت في السماعة زي ما هنشوف كده اهو. نفتح، شفتوا يا جماعة كل ما تدوس على الزرار اهو، شايفين كده الصوت ده، التكتكة دي اهي 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 زي ما احنا شايفين. لو طلع زي ما احنا شايفين الصوت ده كده يبقى الجهاز الريموت شغال من الحجيرة لحد اللمضة دي او الليد المشع اللي هو بيطلع اشعة فوق الحمراء احنا ما بنقدرش نشوفها، ولكن نقدر نسمعها في موجة الـ MW زي ما وريتكم. هتحط على موجة الـ MW وتحرك المؤشر وانت دايس على اي مفتاح من المفاتيح ديك هتسمع الصوت. دي احد الطرق اللي بدأنا بيها. بعد كده طلعت حكاية الموبايل. طبعا الموبايل ليه كاميرا، فكنا بنشوف تأثير الكاميرا لما ندوس على اي زرار من الزراير ديك بفي الكاميرا. هنجيب الكاميرا كده، وضع الكاميرا اهو، زي ما احنا شايفين الكاميرا اهو، الوميض اللي بيطلع ده اهو، شايفين الوميض ده اهو كده، معناه ان الريموت سليم. الكاميرا بنقدر نشوف الوميض اللي بيطلع من اللي احنا بنسميها مجازا كده عند العامية لمضة، بس هي مش لمضة، هي ليد بيتقاس زي الديود وزي ديود السيليكون وزي الزينر مثلا، بيقيس من ناحية واحدة ونيجي نعكس اطراف الافوميتر ما يديناش قياس، يبقى كده سليم. في حاجة بعد كده الناس اشتغلت وعملوا لنا جهاز تاني لاختبار الريموت. الجهاز ده اهو زي ما احنا شايفين كده بيستقبل الاشارة بتاعت الريموت وبيطلع لنا برضو صوت على هيئة ومضات، او في لمضة هنا بيتغير الوميض بتاعها. طبعا في زرار هنا بيشغله اللي هو زرار الباور دوك اهو، موجود مكتوب عليه باور، مجرد ان احنا بنوصل له باور وندوس على اي زرار اهو. بصوا اشتغل ازاي اهو اهو، اشتغلوا يا جماعة وادانا كده، معناه ان الريموت سليم. دولك الطرق، 3 طرق الاساسية اللي احنا بنحدد بيه صلاحية اي ريموت، او طبعا نجرب الريموت ذات نفسه على الجهاز وهنشوفه هيشتغل ولا لا، بس يكون معانا واحد تاني شغال هيحول معانا وهيظبط معانا الجهاز اللي احنا بنجرب عليه الريموت. طبعا اشتغل يبقى خلاص الريموت بتاعنا سليم، والريموت اللي احنا بنختبره طبعا ما اشتغلش يبقى هو اللي بايظ، بندور على العطل فيه من الداخل ونشوف ايه سبب اللي موفقه.
اللي موقفه ما بيشتغلش، او نجيب واحد جديد غيره ونجرب بيه برضه نفس يعني الماركة او نفس الاسم ونجرب بيه ونشوف اشتغل، يبقى الريموت بتاعنا هو اللي بايظ. ارجو ان اكون قلت لكم حاجة مفيدة، وان شاء الله هنتابع بعض اعطال الريموت في الفيديوهات اللي جاية بإذن الله، وشكرا.